نسأل بعضنا شنو اللي حصلناه من زيارة أردوغان؟ اليوم دوّقنا طريق التنمية المفروض هو مشروع دولي استراتيجي مشترك بين 4 دول: قطر والإمارات وتركيا والعراق. أشو نصيبهم العافية ونصيب العراق التكاليف اللي ما راح تكون قليلة بالمرة، فالرقم الافتراضي لهذا المشروع 17 مليار دولار، وتم الاتفاق مع أردوغان على أن توضع في صندوق مشترك، شوف وانتبه، مشترك ما تدفع به تركيا ولا فلس، على أن تستقطع من قوت العراقيين وموردهم شبه الوحيد وهو عائدات النفط. شنها الحسبة؟ شنها القسمة؟ ما تدري. الشغلة الثانية موضوع المياه، وإحنا قبل حلقة قلنا أنه القوة بملعب العراق، وأردوغان جايب أضعف حالات المفاوض إن كنتم لا تعلمون. ومع هذا صدمونا بتخريجة الضغط في ملف المياه، وبدل من حاسب أردوغان وقعنا وياه اتفاقيات لمنح الشركات التركية عقود لتحديث الشبكات المائية العراقية، العقود اللي كانت ممنوحة الشركات بريطانية قبل فترة بسيطة وبقدرة قادر تحولت للشركات التركية بعد الزيارة. المستغرب انه الزيارة لم تحسم ملف خطير مثل ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، ولا ملف أمني خطير مثل ملف دعم تركيا للدواعش وتدريبهم في تركيا وأخذ ضمانات بعدم التدخل بالشأن الداخلي. يا أخي حتى حريق سوق البالة بأربيل اللي تبنته جماعة تركية ما حد فتح حلقة ويا الضيف. بالمقابل حصل صك اعتراف جديد بإلزام العراق بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، وما حد قال له إيه صح، بس لا تتخذ هذا ذريعة للتوغل بالعراق وفتح مقرات، بل وحتى تعبيد طرق وإنشاء بنى تحتية تخدم هذه المقرات التركية الجديدة الغريبة المريبة. وردت أسمع واحد بس واحد يسأل أردوغان ليه سواق الشاحنات التركية رافضين وضع جهاز جي بي اس بشاحناتهم من يدخلون للعراق؟ وهم ردت واحد بس يسأل أردوغان وين تروح المليارات من الدولارات العراقية اللي يتم تحويلها لتركيا على انها للاستيراد بس ربعها ما يرجع بضاعه؟ وردت بس ما حسأل الضيف اللي اجانا قلق ومتوازي وداعتكم وهو ما يجي العراق الا متوازي، واخر مره اله كانت زياره العراق قبل 13 سنه، اجانا خايف من نظام ضبط المنافذ العراقي الواعد الجديد المؤتمت اللي راح يكشف كل المستور بالعلاقه الاقتصاديه بين البلدين بس لو تحقق. لكن أردوغان رجع بحزمة جوائز مجانية يمكن هو نفسه ما كان يحلم بيها، ولكن اجت بتبرع عراقي بامتياز. هاي عود احنا هنا وزملائنا شقد نفخنا قبل زيارة أردوغان بتغيير خطاب وكاريزمة المفاوض العراقي، بس كل شيء ما حصلنا. بالعافية على أردوغان.